3 2 1 ان شاء الله نحن صرنا فوق نقطه زلكه. طبعا نحن بالترن حنبلش نعمل اعدادات اللاندنج، سبيد داون طبعا، اضاف ستاب اكيد، فلابس نبلش نبدا فيهم واحده واحده، ديجري باي ديجري، اوتو بريكس تو ميدل. طبعا تو ميدل ليش تو ميدل؟ ان تو الران واي اتس نوت ويت، ما في ثلج، ما في مي، ما في اي معوقات عين على المدرج، فستاندرد اس 2. وطول ما احنا عم نسوي التيرن نستغل التيرن مشان نعمل لورنج سبيد، لانه التيرن نحن نعرف انه بدها سبيد تو ماتش. فانا عم نزل الفلابس، والان افرجيكم الفلابس بلشوا ينزلوا. الران واي 16 عم نسوي التيرن مثل ما نحن شايفين على الشاشه. طبعا اشغل اللي هو اللوكلايزر، اللوكلايزر صار يمسك اللي عندي اني انا بلو 4 نوتيكال مايل. حنشوفه مسك، بعد ما مسك هو الفي او ار بس حاطه ستاند باي، ونقدر نقول له ابروتش اتس اوكي، نشغل ابروتش على طول، لانه المطار ران واي 16 يدعم اللي هو الجلايد سلوب واللوكلايزر مع بعض. بس طبعا هو حاططهم، هو حاططهم ستاند باي، ما عملهم اكتيفيشن بعد لانه ما مسكوا. I'm still flying اللي هو الـ navigation الـ nav. طبعا على ارتفاع 3000 انزل landing gear، لانه اذا ما نزلنا landing gear ونزلنا الفلابس 15 حيعطينا alarm there's something wrong. فرح نستبق الاحداث ان شاء الله. ممكن ننزل الطائرة 2500 قدم وننزل السرعة إلى 160. طبعا نحن شايفين الطائرة بلشت تعدل على مسارها. طبعا إلى الآن أوتو بايلوت، نحن هننزل فل آيلس لاندنج، آيلس كاتيجوري 3. يا ريت تحط الكاميرا عليه بس أشرح إيش الكاتيجوري 3 كابتن أحمد. الكاتيجوري 3 الاي اس هو الانسترومنت لاندنج سيستم، اللي هو الطائره تنزل لوحدها بمساعده الكمبيوتر طبعا من غير ما يتدخل البايلوت، وعاده يستخدموها الطيارجيه لما يكون الرؤيه منعدمه. الكات 1 وكات 2 وكات 3، الكات 3 اللي هي زيرو فيزيبيليتي، الكات 1 اللي هي 100 فيت فيزيبيليتي، الكات 2 50 فيت فيزيبيليتي، الكات 3 زيرو فيزيبيليتي. نحن الان حننزل الكات 3 اللي هي على اساس ان احنا بريدكتنج انه ما في رؤيه نهائيه. خلينا نشوف الخطوات. طبعا الفي او ار لوكلايزر مسك والجلايد سلوب مسك. اجونا على الشاشه مسكهم، لما حطينا الفريكونسي الان مسكها. والان بلش ينزل الطيار، انا طبعا شايفيني ما حاطط ايدي على البيدستال ولا ماسك الجويستيك ولا عم بعمل شيء، فقط انا عم نزل الفلابس. انا فقط دوري بالطائره انزل الفلابس فقط. والكمبيوتر اللي هو الاف ام سي اللي برمجناه يتحكم يتولى موضوع اللي هو اللاندنج. طبعا فلابس فل 40 ديجريز. الان ما قلنا غير انه الان ننتظر. طبعا الماستر كوشن ضوى عندي بيحضرني الى اللاندنج، او في عندي مشكله وهو على الاغلب نروح نشوفها بالكوبايلوت ايش المشكله اللي ضوت عندي، اللي هي الاير كونديشن. عندي عطل في الاير كونديشن، ضوى نحن عم نعمل لاندنج، الاير كونديشن صار في عطل، بس طبعا مش مشكله قويه عندي يعني ما حتهمني. الاير كونديشن عندي كان في مشكله، اتس نوت بيج ديل يعني حاليا. طبعا وي ار اون ذا جلايد سلوب، الفلابس فل، جناحات الطائره فل، البيتش انجل تبع الطائره معقوله جدا، ستيبل، ما في اي توربولنس يمنعني اني اطفي الاوتو بايلوت. البابز داخل المطار تو ريد تو وايت which is perfect.
ووضعنا ممتاز جدا. احنا وي ار ان ذا ميدل اوف ذا ران واي والرادار اتس كلير، ما في اي مشاكل على الرادار. الانجنز 70 ديجري سيلسيوس which is more than enough perfect، درجة الحرارة الانجن الهيدروليكس اتس بيرفكتلي. الاويل تمبريتشر بيرفكت، الاويل كوانتيتي از بيرفكت 100%، everything is fine. حب تشوف الهبوط من درجة ثانية اتس اوكي. طبعا I'm not doing anything إلا أن يعمل تاتش داون. تاتش داون أوتو بريكس اشتغل، الأوتو ريفرس شغلنا، الأوتو بريكس الأوتو ريفرس ممكن نطلع نيكست إكزيت من دون أي مشاكل. يعني كانت مسرعة شوي صغيرة، لا اتس اوكي. اوتو ريفرس اوف. انا حابب افرجيكم الجناحات. سبويلرز اوف، فلابس اب. بفضل الله هبطنا في مطار بيروت، وهيدي هي الرحله اللي هي استغرقت معنا تقريبا اقل من نصف ساعه الى كومبليت ستوب. طبعا بعد ما رفعنا الفلابس، اجراءات اطفاء الطائره طبعا لما نكون على الجيت اللي هي فيول كات اوف انجن 1، فيول كات اوف انجن 2، يشغل الاي بي يو يونت وي ار اون جراوند. اهلا وسهلا فيكم مره اخرى مع الكابتن محمد خليل والكابتن احمد واصف، الى لقاء اخر ان شاء الله.